اليوم بصفتي سفير صاحب جلالة ديال المملكة المغربية وصفتي الشخصية مع الطاقم ديال السفارات المملكة المغربية مع مجموعة ديال المغاربة اللي هما مدراء ديال الشركات جاوا باش يحيوكم ويعبروا لكم على الفرح ديالنا، واحد الفرح كبير تواجدكم في البناء، لأنكم كفريق وصلتوا للنهاية. ماشي سهل في ظروف مناخية صعبة، لعبتوا في تنزانيا، لعبتوا